تحتفظ الذاكرة الشعبية المغربية بتقاليد وعادات متنوعة تلتقي كلها في الاحتفاء بهذا الشهر الفضيل، وتسعى الأسر بشتى الوسائل لتحبيب الأطفال في شهر رمضان وربطهم بهذا الركن الديني. ليلة 27 من رمضان وككل الليالي التي تليها وصولا إلى عيد الفطر السعيد مناسبة للاحتفال بالأطفال، وفي نفس الوقت لزرع بعض القيم الحميدة المرتبطة بهذه المناسبة الكريمة. تمثل لي التقاليد ديالنا، ديال جدودنا وديال مواتنا وديال هذا، بحال اللي كنشجعوا الدراري لانهم اول مره كيصوموا، هذا كنديروا لهم الحنه، كنلبسوهم لبسه العروسه باش يتعودوا حتى هما ان شاء الله يكبروا ويولدوا وليداتهم، حتى هما ان شاء الله يتوما يديروا بحالنا. انا فرحانه بزاف، هتلبست تكشاتيه و طلعت في ماريا. هنا بالرباط وبالضبط في حي الجيسانك تم تجهيز هذا الفضاء لاستقبال الأطفال والاحتفاء بهم. ساكنة المنطقة كانت على الموعد ككل سنة، ومثلما يوضح حديث الصورة الأطفال فرحون بهذه الطقوس الاحتفالية. ركوب الخيل واعتلاء العمارية وارتداء أجمل الملابس المعبرة عن جمال وأناقة وغنى الثقافة المغربية، كلها تفاصيل من بين أخرى يحرص مالكو هذا الفضاء على توفيرها ككل سنة، خاصة مع ما لذلك من أثر اقتصادي مهم. باش نفرحوا بالوليدات وتتحرك شوية المصورين، الناس ديال المهم، الناس ديال الدومين كلهم تيتحركوا في هذا النهار، وش نقول لك، وتنفرحوا معاهم، حتى حنايا تنفرحوا مع هاد الوليدات. هاد الليلة كتعطب الليلة من أعز الليالي عند الناس ساكنة أخو منصور، أنهم كيخرجوا وليداتهم كيلبسوا لهم اللباس التقليدي وكيجيبهم ياخذوا الصور تذكارية. هذه المناسبة كيكون واحد بحال اللي قلتي اقتصاد، الناس كيخدموا. رواج اقتصادي مهم إذن، وبهجة تدخلها على الأسر، وأدوار مهمة في التنشئة الاجتماعية، وإبراز اللغنة الموروث الثقافي المغربي، كلها من محاسن الاحتفاء بهذه الليلة المباركة في هذا الشق، لتحتفظ ذاكرة الأطفال بذكريات لا تنسى، ويزيد تعلق نبضهم البريء بمختلف تفاصيل المودة والبهجة والسرور والبر بالوالدين عند الكبر في هذا الشهر الكريم.